محلى جدك محلى جدك محلى جدك. اليوم في محلى جدك مش نحكيو على اون مارك ليني دو ماكياج تونسية. ماركة تونسية معروفة في تونس برشا ومعروفة حتى خارج تونس. نحكي على المارك دو ماكياج بروفيسيونيل محاسن اللي عندها دي برودوي حاجة عالمية. سعادة باستقبال السيدة محاسن كسكس جمل. دونك معانا اليوم صباح في المباشر. صباح نور يا مدام. صباح الخير يا مدام. صباح الخير. صباح الخير أحلام. صباح الخير كونوس. صباح الخير مستمعين الكل. يعطيكم الصحة على هالليميسيون هادية. مرحبا يا للا. يعيشك يا مدام. عايشك مدام. تنجم تقدم لنا من الأول البرودوي محاسن أون جينيرال؟ Oui. Alors, le produit Mahasen, au fait, c'est un produit تخلق معناتها بعد vraiment تخمام كبير وبعد خدمة كبيرة. خدمت تعرفوا دي أنا بديت في ميدان التجميل كان عندي 34 سنة. ما شاء الله. عايزكم واكتشفت كون معناتها وتعرفوا هذا الناس الكل اللي لي برودوي دو ماكياج ولي برودوي دو سوان غاليين برشا على المراه التونسيه وعلى الراجل التونسي على خاطر معناتها كلهم مستوردين اكثريتهم مستوردين وتعرفوا معناتها الماركات العالميه هذوما ياسر غاليين على الجيب التونسي. التوانسه عينيهم محلوله لكن الجيب نتاعهم ماهوش مليء. دونك خممت باش نعمل دي برودوي اللي الكاليتي نتاعهم مزيانه برشا ومعناتها وتنافس الماركات العالميه وبالاسوام على جيب المراه التونسيه. مدام في نفس السياق تنجم تحكي لنا الفرق بين المكياج العادي والمكياج بروفيسيونيل؟ وي الوغ المكياج العادي المكياج العادي جينيرالمون يعملوه لي كولور نتاعو مثلا نقولوا في الفارا بوبيغ باغ اكزومبل ناخذوا لي في الفون دو تا لي كولور نتاعهم تلقاهم ماهماش قوي وياسر الكاليتي نتاع الكولور ماهيش قوياش معناتها خاطر انسانة عادية كي تعطيها كولور قوية ياسر تنجم تعاود تعمل شوية تعمل برشا. دونك هما يعطيهم دي كولور خفاف باش المرأة حتى ما عرفتش تعمل أو كتنجم تنجم معناتها تطبق البرودوي. وحاجة أخرى البرودوي بروفيسيونيل جينيرالمون معناتها ياسر يخمم على لابو دو لا كليونت على احترام لابو دو لا كليونت. علاش؟ على خاطر احنا البروفيسيونيل هذا ديما مش هذا يوميا نستعملوا المكياج على وجوه الناس يوميا معناتها المساحيق هذو ما يجيو على الوجوه يلزمهم فريمون يحترموا الكاليتي نتاع الوجوه الكل باش ما يصير لهمش حبوب باش ما يصير لهمش شياح في الوجه باش ما يصير لهمش معناتها وكل مكياج مختص النوعية خاصة نتاع قشرة معناتها بار اكزومبل القشرة الزايدة عندها المكياج نتاعها والقشرة الشيحة عندها المكياج نتاعها والقشرة الشيحة عندها خاصية كيفاش يلزمنا نتصرفوا معاها مع المكياج. وين اللي عملته المكياج اللي عملته أنا عملته حاولت باش المكياج هذية المرأة ما تصرفش برشا ما تاخوش برشا برودويات وتاخو دو برودوي مثلا وتوصل النتيجة حلوة من غير ما يسيح لها ياسر واللي ما يزيد لها ياسر وتوصل في الأخر بنتيجة حلوة والبيجمون اللي فيه يحطها نجم تخدمه من غير ما توصل في الإكسي كما يكون في البرودوي بروفيسيونيل غيالمون كيف تاخذوا مرأة عادية باش تستعملوا نجم معناتها تغلط. لكن احنا في المكياج اللي عملته مع حسن عملته مكياج بروفيسيونيل اللي تنجم المرأة العادية تنجم تطبقه وتوصل للحل مزيان ما غير إكسي. باهي مدام نحكيو على ليني دو ماكياج محاسن باش ناخذوا اكثر فكره على لي برودوي مثلا اعطيني كلكو زيكزامبل شنو فما في لي برودوي دو ماكياج.
الو فما اول ما بدينا بالفون دو تا وبعد طورنا دونك عملنا لي بانسو نتاع المكياج خاطر لي بانسو الفرشيتي دوما اساسيين باش المراه توصل للريزلتا اللي تحب عليها. انا راني نحكي على المراه راه حتى الراجل توا ولينا المكياجو سوائل تعرف لي ليزون بوليتيك توا الكل يعملوا المكياج لي بريزونطاتور يعملوا المكياج والعرسان زاده كيف كيف العرايس الرجال العرايس زاده تلقاهم واحد عنده الحوايق واحد عنده الحبوب واحد عنده الكلاس واحد عنده كل واحد معناتها توا مش معناتها راهو تعمل مكياج معناتها مش تولي كل مرا لا سي با فري يقعد الراجل راجل وفما طريقه نتاع استعمال المكياج للرجال اللي هي ديفيرونت على المرا لا سورتو كي نحكيو يا مدام على مكياج بروفيسيونيل معناتها مدام حسن نحكيو على سينما نحكيو على التلفزه مقدمي برامج تلفزيه المرحوم نجيب الخطاب هلا الركبي حاتم بن عماره نحكي على افلام ودي بلاتو معناتها اي فوالا معناتها نحكي على دي بروفيسيونيل اكزاكتومون دونك هادم الكل معناتها المكياج هذيه دونك نجمو نستعملوه في السينما نجمو نستعملوه استعملناه في عايده ابو بكر مثلا عملنا الفوازير نتاع عايده ابو بكر كيف كيف دونك استعملنا المكياج هذيه كما قلت انت توك عديتهم الكل معناتها احنا تعدينا في القنوات الكل التونسيه الكل في قنوات عالميه في فرانس 2 في الام بي ان في الام بي سي في عملت دي فيلم سور لو مكياج تعديو في البالي دي كونغري بورت مايو ا باري في ميلان في لبنان حصلوا بارتو دونك فعلا المكياج هذي معناتها فريمون بروفيسيونيل اما هو زاد المراه العاديه راهي تنجم تستعملوا الراجل العادي نجم يستعمله ويوصل الطريقه حلوه برشا دونك عندنا الفون دو تان عندنا لي بانسو كما قلت لك اللي نجموا نعملوا بهم الفون دو تان ونجموا نعملوا بهم الكونتورينغ اللي توا هو موزه برشا كبيره الكونتورينغ هذيا هيك باش الكونتورينغ هذيا كانك ما تعرفوش يا سي وائل ممكن مدام احلام تعرفوا اي قولي خلينا نتعرف مدام قولي خلينا نتعرف الكونتورينغ هذي باغ اكزومبل هو نحت الوجوه نحت بالمكياج ننحت الوجوه اش معناتها باغ اكزومبل واحد عنده والعروسه واللي راجل زيد كيف عنده خشم كبير باغ اكزومبل احنا بالمكياج هذي نشعروا خشمه جويد مثلا امراه عندها الحلوه كيف كيف نقصولها في الخشم نتاع الرقبه نتاعها عمره واللي راجل مثلا تلقى جبينها صغير وتلقى الخدود نتاعها مثلا كبار برشا كيف كيف نرجعوا لها التوازن في الوجه نتاعها باستعمال الفرشات هذوما نتاع المكياج لي بانسو وباستعمال لي كولور نتاع الفون دو تان اللي هما موجودين في الماركه ماركه محاسن للمكياج جديدة. وحاجة ياسر حلوة والريزلتا ياسر مزيان وياسر طبيعي كي تنظر له في الاخر معناتها الريزلتا ياسر طبيعي وياسر مزيان دونك عندنا الفرشة عندنا الفوندتا وعندنا بودر البودر هذيا البودر هذيا عملت عاود باش نعمل برشا بودروات عملت برشا كولورات نتاع الفوندتا باش على حسب كل واحد على حسب وجهه وعملت اون بودر بس البودر هذيا باش تفيكسي الكوش اللي عملنا بها الفوندتا هذه جست باش نفكسيو بها باش نسهل طريقه الاستعمال للانسان العادي وللبروفيسيونيل زيد البروفيسيونيل راهو يلزمو يربح زيد البروفيسيونيل اذا كان مسكين يقعد محني الوقت كامل ويشري دي برودوي غاليين برشا وكل شيء وفي الاخر ما يربحش يلزم يخلص الحاكم ويخلص روحه ويخلص الخدمه نتاعو كيفاش اذا كان باش يشري دي برودوي غاليين واحنا خدمتنا معناتها فريمون سيزونيير معناتها دونك يلزم يوصل يلقى في الاخر يفضل شويه دونك نحكيو على الفون دو تان نحكيو على الماسكارا والكونتورينغ نحكيو على البودر هذيا اللي تم البروفيسيونيل واكثر من هكا في لي برودوي محاسن نختم معاك باخر سؤال احلام يلا مدام الناس اللي تسمع فينا وين تنجم تلقى لي برودوي هذيا وكيفاش تتصل بك ينجموا يتصلوا فما رقم تليفون 27 214 111 واللي 23 214 111 واللي يتصلوا على الفيسبوك محاسن مكياج بروفيسيونيل
واللي يتصلوا على الفيسبوك محاسن سنتر محاسن. Très bien. Bah, femme donc c'est un mascara, femme le crayon noir, les crayons noirs pour les yeux sensibles, mascara pour les yeux sensibles de la kif-kif. حاجة يسر 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 حلوة. عنا les paillettes يهبلوا مزيانين برشا وما يطيحوش عن محلاهم. وتو قاعدين on a développé زيد برايمر هذه برايمر هي كريمة كريمة الأساسية قبل الفون دو تان يلزم كل كليونت يلزمها تنمي الكريمة هذه باش واضح يا مدام موقع باش يزيدوا ياخذوا فكرة كما قلت انت يدخلوا على الفيسبوك على الباج اوفيسيال ويلقاو أكثر تفاصيل. يعطيك الصحة يا لالا, احنا ديما سعداء كي نسمعوا فما اون مارك تونيزيانه كيما هكا في لي برودوي كوزميتيك ولي برودوي دو مكياج, حاجة تفرحنا برشا. سعداء باستقبالك ديما معنا على كنوز اف ام.